في اليوم 42 للغزو الروسي لأوكرانيا، وسط اتهامات لموسكو بارتكاب جرائم حرب، وزارة الدفاع الروسية تعلن عن تدمير 33 منشأة بنية تحتية عسكرية أوكرانية وإسقاط 4 طائرات مسيرة في عدة مناطق. وإلى ليفيف، حيث أصيب عدد من المدنيين في عدة غارات روسية، فيما دعت السلطات المحلية السكان للبقاء في الملاجئ. أما في دنيبرو، فقد استهدف قصف روسي مستودعا ومنشأة نفطية في المدينة، فيما تحاول فرق الإطفاء إخماد النيران. من جهتها، أكدت الاستخبارات البريطانية استمرار القتال في ماريوبل وسط تدهور الأوضاع الإنسانية في المدينة. والآن نترككم مع أهم المقاطع المصورة من المدن التي شهدت تطورات ميدانية.